3000 جنيه؟ ايه؟ كتير؟ لا مش كتير، بس المبلغ ده مش موجود معايا ولا نص ولا ربع حتى. بقى ده كلام يا احمد؟ ايش بقى ده كلام؟ صدقني يا فؤاد. خلاص يا احمد، انسى الموضوع ده خالص. خلاص يبقى ما فيش قدامي غير البنك، ابقى اخد سلفة وادفع فايده وامري لله. انا اسف يا يوسف، كان بودي يعني، لكن لا ابدا يا احمد، مفيش حاجة. ايه رايك بقى يا عم؟ حاجه من الاتنين، يا اما فعلا ما معهوش، يا اما هو ممثل خطير. طب ولو فعلا ما معهوش، مش تبقى شكوكك كلها فانس؟ وليه ما تكونش التانيه؟ على العموم الفيلم اللي انا رايحه دلوقتي انا وعنايات فيلم بوليسي جدا، حلطش لك منه كام فكره واجي اقولهم لك الصبح. ليه؟ عشان تعرف بيهم سر احمد. بتضحك على ايه بقى؟ ما تقولي عشان اضحك معاك. ده اصل ايه؟ ما تقول لي يا فؤاد عشان اضحك انا الاخر. ايه الحكايه؟ صباح الخير يا شاكر. صباح النور يا سيدي. شوف الاستاذ اللي هيفطس من الضحك ده. تضحك ليه يا فؤاد؟ خليه احكي لك على نتيجه المراقبه بتاعت امبارح. قول له قول له يا شاكر. هي دي بقى اللي بتضحكك؟ احكي لي يا شاكر. احكي لك يا سيدي. هشام امبارح بالليل مشي ورا احمد. ايوه. لقاه دخل كازينو على النيل. بعد شويه لقى اتنين رجاله في حلة كده دخلوا عليه وقعدوا معاه يتكلموا يجي ربع ساعه. قاموا هما الاتنين ومشوا على رجليهم وهو قاعد لوحده يجي نص ساعه كده وقام. انا قلت حاجه غلط؟ كلامي ده بيضحك؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ بليفابل. عندي لك خبر حلو قوي. مادام حلو الحقيني بيه احياه والدي. عمي الاستريس بعت لي جواب قال لي فيه اتجوزوا بقى عشان مسافر بره وحاجات كتير. والله؟ وهيسافر امتى؟ بعد 25 يوم. هايل، يعني احنا لازم نتجوز قبل ال 25 يوم دول. ايوه. طب بقول ايه؟ ما تيجي نتجوز بكره ونخلص. ونخلص؟ بكره ازاي؟ بكره السبت. ده انت راجع اسكندريه الليله. يبقى النهارده، ولا يومك دلوقتي ونخلص. على مالك يا فؤاد، خليها يوم اثنين، يوم ثلاثة في الشهر. يا اثنين ثلاثة في الشهر؟ يعني نتجوز بعد 9 سنين؟ انا قريت مرة في كتاب ان ايام الخطوبة هي احلى ايام العمر. وانا قريت مرة في كتاب الجغرافيا ان احلى شهر في العمر هو شهر العسل. نفسي حد عسل يا فؤاد. نعم يا استاذ. من فضلك فين فوقية؟ ايوه فوقية. مش هنا. ايه تعبانه؟ والله ما اعرفش. تحب تقابل صاحب المحل؟ هو فين؟ اتفضل. الاستاذ بيسال فوقية. اهلا وسهلا. اهلا. حضرتك قريبه؟ ايوه. طب ازاي تبقى قريبه وما تعرفش انها خرجت من هنا؟ خرجت؟ خدت حسابها من يومين ومشي. متشكر. بقول لحضرتك ايه؟ مش حضرتك برضه قريبها اللي مسافر بره الشهر الجاي؟ مسافر فين؟ مسافر ان شاء الله. على كل حال هي ما بقالهاش اي صله بالمشغل، وانا ما شفتهاش من يوميها. طب متشكر. وحياتها اما تشوف اقول لها ان البنات زعلانين منها قوي. خرجت طيب بس تسال. يعني حكايه الفلوس السلف ما نفعتش ابدا يا شاكر. معنى كده ان احمد معهوش فلوس فعلا. مش عارف، لكن احمد برضه مش سهل. على العموم علاقه احمد بالخزنه دي كانت مجرد فكره. انا اللي يهمني علاقته بموت عايده. انا عندي فكره. ايه؟ انت مش بتشك ان كان في حاجه بينه وبين عايده؟ صح صح. طيب هو يعرف كل قرايبها؟ مش كلهم. واصحابها؟ يعني عنايات وشله النادي بس. حلو. انا اعرف واحده اسمها زيزي، نخليها تروح لاحمد وتقول له انها صاحبة عايدة. وبعدين؟ انا وانت بقى نخترع حكاية دلوقتي نخليها تقولها له. ده
بحيث انه ضروري يقع في الكلام معاها. انت قلت لي اسمها ايه؟ اسمي زيزي. زيزي مين؟ يعني زينيه. زينيه. لا والله ما اعرفش حد بالاسم ده. صاحبة مين؟ عايدة. مرحومة عايدة. فاكرها؟ عايزة اشوفك ضروري. يعني هيكون بخصوص ايه؟ طبعا بخصوص عايدة. لا لا ما اقدرش اقولك في التليفون. متهيألي انك غلطانة. مش ممكن تكوني عايزة تقولي الحكاية دي ليا انا. متأكدة يعني؟ اه طيب، بس انا حسبت لك انك غلطانة. فين؟ اه ايوه ايوه عارفة. تقابلني فيه الليلة الساعة 9. انا عارفة شكلك. ما تخافش، شفتك قبل كده. شابي قهوة سادة ولا مظبوط؟ أيوة يا ست زيزي، إيه بقى الموضوع اللي بخصوص المرحومة عايدة؟ مش يستنى عليا لما آخد نفسي؟ وهتعرف شكله إزاي؟ هي شافته قبل كده؟ أنا خليتها تقوله في التليفون إنها شافته، وبعدين اتفقت مع هشام، فاكره؟ اللي خليته يراقب أحمد بدالي، اتفقت معاه إنه يقعد في الكازينو ويشاور لها على أحمد. فكرك زيزي دي هتجيب نتيجة؟ شو بقى يا يوسف، احنا بعد الخطة دي هنتأكد اذا كان احمد له يد في الموضوع ولا لا. يا تمشي في الموضوع يا تسيبك من احمد ده خالص. خدتي نفسك ولا لسه؟ ايوه. ندخل في الموضوع بقى. نعم. انا كنت صاحبة عايدة الروح بالروح. الله يرحمها. بس حصلت حاجة كده قبل ما تموت بيوم واحد. قبل ما تموت بيوم واحد؟ ايوه. ندهت لي وقعدت تتكلم معايا وقالت لي كلام كتير عن عن مين؟ عنك. عن انا؟ بتكلمك عن انا ليه؟ ما انتش عارف ليه؟ ما تستغربش، انا عارفه كل حاجه. انت بتتكلمي عن ايه؟ عن قصه الحب اللي كانت بينك وبين عايدة، عن كرهها لجوزها يوسف، وازاي كانت شاك ان هو اللي قتل اختها عفت، وحاجات زي كده بقى. انت رحت بعيد خالص. وبعدين انت ليك حق طبعا لانك مش واثق فيا، لكن انا بقى حسبت لك عن صدق كلامي. ايوه. كانت بتحكي لي عن غيرتك عليها قوي قوي قوي. صدقت بقى؟ وايه كمان؟ وبعدين بقى الحكايه الكبيره. هو في حكايه كبيره؟ حكايه ايه بقى؟ انك كنت دايما بتهددها بانك عايز تقتلها لانها ما كانتش بتطلب الطلاق من يوسف عشان تتجوزك. الله، الحكايه حلوت قوي. طيب قبل ما تموت بيوم ندهت لك مش كده؟ قالت لك ايه؟ ادتني جواب وقالت لي لو مت او جرالي حاجه ابقى ادي الجواب ده للبوليس. يا سلام. والتاني يوم ماتت الله يرحمها. وانا ايه المطلوب مني؟ اشتري الجواب اللي معايا. اشتري؟ حلوه دي. بكام؟ بال10000 جنيه اللي كانوا في الخزنه. 10000 جنيه ايه وخزنه ايه؟ انت خيالك سرح قوي. انت حر. انا فتحت الجواب وقريته وهسلمه للبوليس. اضحك زي ما انت عايز لما نشوف مين هيضحك الاخر. اسمعي، انت بكره الصبح تعملي حاجه من اتنين، يا اما تروحي تسلمي الجواب للبوليس، يا اما تروحي للي بعتينك وتقول لهم يا خساره
احمد طلع ملوش دعوه بالموضوع خالص. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ وهقول لك حاجه اظرف من كده كمان. ادفع ثمن القهوه. تفتكر مين اللي بعتها؟ مش عارف، فكرت في البوليس. بوليس؟ وش دخل البوليس في الموضوع؟ انت ناسي ان يوسف طلع براءه، معنى كده ان المباحث ابتدت تشتغل في الموضوع تاني. تفتكر المسرحية دي هتقعد كمان قد ايه يا احمد؟ متهيألي قربت تخلص. انا ايه؟ هي فين؟ معرفش. يعني سابت المشغل وسابت بيتك في وقت واحد؟ اللي عرفوا انها سابت البيت. ما انا مش هسيبها، لازم ادور عليها لغاية ما الاقيها. ما تدور عليها، هو انا حيشاك؟ احنا مصيرنا واحد، احنا عاملين زي اتنين رجليهم مربوطة في رجلين بعض بسلسلة من حديد. كده بقى وضحت الرؤية، احمد ملوش اي علاقة بموت عايدة. امال مين بس له علاقة يا ناس؟ لا نقول مين ولا لينا دعوة بالموضوع ده ابتداء من النهاردة. انت وعدت يا يوسف. امر لله. ثم انا فاضل على ميعاد جوازي فترة بسيطة وعايزك تقف جنبي. حاضر. اونلي في بابو. يلا يعني شوف التاكسي جه ولا لسه. لا وحياتي بلاش كده، احسن ربنا العالم انا متضايقة قد ايه. ما بلاش يا علا، وتخليكي قاعدة معايا. احنا مش اتفقنا ان كده احسن؟ وبعدين انا اجرت الشقة خلاص. هو احنا يعني مش هنشوف بعض؟ لازم تزوريني كل يوم. طبعا انا بعد الظهر دايما في البيت عشان من بكرة هرجع الشغل. تاكسي جاي. شكرينا يا استهان. عرفتني ايه في الشغاله؟ بكره تعيشنا هتكون عند سيادتك. حددت؟ طبعا استهان، دي بنت مقطوعه من شجره وغلبانه وكمان امينه قوي. اتفضل المفتاح. ميرسي. يلزم اي خدمه تانية؟ متشكره قوي. عفوا يا فندم. جت يا سموسه. اخيرا جت. هاتها لي بسرعه. اوام. صباح الخير. يا صباح النور على الناس اللي راحوا قالوا عدولي. ايه استفقوا ايه؟ ده كلام برضو؟ معلش اديني رجعت اهو. اهلا بيكي في مشغلك وبين الناس اللي بيحبوكي. اسمعي، من هنا وراح مفيش اجازات ابدا. اي يوم اجازه، اي ساعه واحده اجازه، رجلي على رجلك. حرام عليكي، ده انت من يوم ما خدت الاجازه وانا عمال ازعل بسرعه وما تحتش بسرعه ابدا. ايه الاخبار؟ عال والحمد لله. اسكتي، مش دي سأل عليكي. هو مين ده؟ قريبك الغلس اللي سافر بره. حلوة، بس مش واسعة عليكي شوية يا عايدة؟ هي دي دنيتي اللي بتحرك فيها. أنا انبسطت إنها واسعة علشان أتمشى فيها كتير. بس حلوة. تعرفي يا عنايات؟ أنا مسمية الأوضة الجوانية خالص الهرم. الأوضة اللي بعدها جنينة الحيوانات. عارفة الصالة دي؟ دي اسكندرية. طب وليه ده كله؟ عشان احس ان في مساحة كبيرة من الارض. انا شفت احمد النهاردة في النادي. طبعا سألك عليا رحت فين. مش ده المهم. امال ايه المهم؟ هو زار يوسف في السجن من كام يوم وبيقول ان حالته النفسية وحشة قوي. Thank you.
نجية نجية، انت جيت يا ست هانا؟ نعم. ايه؟ حضري لي حمام ولعي لي السخان. حاضر. الست عنايات سألت على حضرتك. قالت حاجة؟ قالت هتتكلم تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ترددت كتير قبل ما اقولك، كنت خايف لما تصدقنيش. طبعا ما صدقكش، وانت كمان مش لازم تصدق اللي انت شفته. قطع نظرك اختلف، ودي واحدة تشبه دي مراتي يا شاكر، وانا عارفها. ان شاء الله تلبس 10 باروكات فوق بعض، ولا تحط 5 نظارات صوت فوق قنيها. طب اديك ما لحقتهاش، هتعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ هو ده اللي عمال افكر فيه من ساعتها. رجليها تعبت من الوقفه طول النهار، لا عايده راحت لها ولا هي نزلت من بيتها خالص. امبيليفبل. انا مستغرب قوي للجمله اللي انت قلتها دلوقتي، لا عايده راحت لها. عايده ما عادش مع نفسك وسالت؟ سالت نفسي 100 سؤال. ازاي عايده عايشه؟ ليه بتدعي انها ماتت؟ مين اللي ماتت واتحرقت ولا اتعرفت على جثتها؟ ليه عايده ساكته؟ الناس ما شافوهاش؟ احمد، عنايات، الدنيا كلها؟ ولا سؤال من دول ليه الاجابه؟ يوسف ما تزعلش مني، انا شخصيا لغايه دلوقتي مش مصدق. ليك حق. الله. طب اذا كانت عنايات صاحبتها الحميمه جدا ولازم تكون عارفه كل حاجه، يبقى فؤاد مش ممكن. انا متاكد ان فؤاد ما يعرفش حاجه ابدا. لا يمكن يكون عارف حاجة وما يقولناش. المقلب بقى لو طلعت عنايات أخرى ما تعرفش. احتمال بعيد أوي. أخ لو كنت لحقتها في الشارع وهتعمل إيه بقى؟ مش هيأس. بكرة من الفجر قدام بيت عنايات برضه. ممكن التليفون من فضلك؟ اتفضل. الو 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 صوتي يا فوقيه، لسه ما جاتش. لسه ما جاتش دي بنت زواج مش بتاعه شغل، دي ورده الشغل عياء. اهي جت. صباح الخير. صباح النور. اسفه اللي اتاخرت. اسفك معاكي، تعالي ورايا على المكتب. عادي يا فوقيه. لا معلش، اصل عندي شغل. ولا يهمك، انا اعرف صاحب الشغل وهقول له يطنش. انت عايزني؟ انا اقدر استغنى عنك ابدا. ايه؟ مش آن الاوان؟ اوان ايه؟ اوان الوصال. ايه؟ انت مش معانا على الخط يا استفوقية؟ احنا هنرجع للحكاية دي تاني؟ واحنا كنا سيبناها. انا هقول لك حاجة هتريحك خالص. انا عندي شوية مشاكل، لما اخلص منها هلتفت لك. حلوة اوي التفت لك دي. مشاكل ايه بقى؟ لسه الواد قريبك الغلس ده برضه؟ ولسه ما سافرش؟ لسه. تسمح لي بقى؟ اتفضلي. هتموت البت دي. خلي بالك بتاع اللبن معاد النهارده يجي ياخد حساب، وانا مش هتاخر. مع السلامه يا ست عنايات. ولو حد سال اقول له ايه؟ قولي له رجع على الغد مع الف سلام. عامله لك محشي ورق عنب زي اللي علمته لي زمان. مع السلامه. Thank you.
اهلا بيك. اسحب الكرسي ده واقعد. لقيتها؟ ابدا يا راجل. ده انا اول ما شفتك دخل عليا قلت ضروري لقاها. عمرك ما بتجيني الشغل الا في شديد القوي. اكتب لي قهوه دماغي هتطق. في جديد النهارده؟ عنايات نزلت اخيرا، مشيت وراها. عارف راحت فين؟ قهوه. مظبوط وحياتك. راحت فين؟ النادي. اسف ما خدش بالي. هو انت؟ استاذ احمد صدفه غريبه قوي. الدنيا ضيقه. كنت بتشتري حاجه؟ ايوه فرصه سعيده قوي. ايه فرصه سعيده قوي كده وخلاص؟ مش كان في موضوع بنتكلم فيه؟ مش اتكلمت وقلت كل اللي عندك؟ مش يمكن عندي كلام تاني عايز اقوله؟ متهيألي كوبايه ليمون في الكازينو تبقى ظريفه قوي كده ولا ايه؟ متشكر قوي. ايوه يا سيدي. ايه الكلام التاني اللي انت عايز تقوله؟ طب اشربي بس. نشرب ونتكلم. فين الجواب اللي اديتهولك عايده؟ الله، خوفنا ولا ايه؟ اكيد انت ما فتحتيهوش. ليه؟ لانك لو فتحتيه مش هتلاقي فيه اي اتهام ضدي. امال لي مين؟ مش عارف، انما مش ليه انا وخلاص. طب ايه رايك بقى اني فتحته والاتهام لحضرتك؟ انت كنت طالبه مني المره اللي فاتت 10,000 جنيه تمن الجواب ده، مش كده؟ ده انت ذاكرتك قويه قوي. انا هديكي 200 جنيه. ومجنون قوي. اسمعيني للاخر. هديكي 200 جنيه ومش عاوز منك الجواب. لاني متاكد زي ما انا شايفك قدامي ان الجواب ده ما فيهوش اي حاجه ضدي. ده انت واثق من نفسك قوي. مش كده وبس. ده ما فيش جواب خالص. خدت كام عشان تيجي تلعبي اللعبه دي عليا؟ 10 جنيه؟ 20؟ 30؟ انا هديكي 200. ليه؟ ما دمت بريء. ما دام ما فيش جواب زي ما بتقول. عشان عايز اعرف مين اللي بعتك. وده يفيدك بايه؟ في حاجات كتير. اسمعي، انت كنت صاحبة عايدة قوي. طبعا. تعرفي هدى؟ هدى مين؟ بس خلاص، ما دام قلتي هدى مين تبقى ما تعرفيهاش. اخر مرة هعرض عليك ال 200 جنيه 20 ورقة ب10. طوعيني مش هتخسري حاجة. الا اللي بعتينك هيعرفوا انك قلتيلي. طب اديني فرصة افكر. ليه امتى؟ هكلمك في التليفون بكرة الصبح. الو. اهلا يا زيز. ازاي؟ الحمد لله. موضوع ايه؟ لا خلاص اصرفي نظر، ما عملناش حاجة. اصله طلع فشوش. ايه؟ طلع بريء. لكن بتسأل ليه يا واد يا جميل انت؟ لا طمني، ملوش يد في الموضوع خالص. مع الف سلامة. لو عرفت الموضوع وصل لايه كان شعر باروكتك شاب. Unbelievable.